السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي حبايب معرض كريم للأدوات المنزلية. شايفين الجمال بقى اللي أنا هصوره لكم دلوقتي؟ ده طقم شاي كريستال شيك بوهيمي مشغول بمية الدهب، كله شغل دهب بمعنى أصح. ده شكل الفنجان، اسم الموديل عنقود العنب، حتى ايد الفنجان كلها شغل بالدهب ازاي، بسم الله ما شاء الله. الطقم بيكون فيه 6 فنجان ومعاه 6 طبق للفنجان، شغل داير ما يدور اهو، وكل قطعة مختومة. طبق مختوم قدامنا بوهيمي، بالاضافة للاستيكرات بتاعته كريستال شيكي بوهيمي. وطبعا بيكون معانا اللبانية والسكرية بالغطا، بس انا ما طلعتهمش من العلبة. شايفين شكل الطقم، شكل الفنجان؟ هو الطقم 17 قطعة كريستال شيكي بوهيمي، تحفة فنية بجد، شغل الذهب اللي عليه بارز، حاجة كده وهم.